بيكم في نص مشكل. معانا النهارده وصفات جديده ومعانا ضيوف جداد. هبتدي الحلقه بالوصفه بتاعتي. هعمل لكم النهارده سمك باتيه، سمك مدخن مع سمك عادي. المقادير هتكون سمك فيليه، ميه ومرقه، بصل اخضر، ليمون، كريمه وجيلاتين. وللسمك المدخن هعمل سلمون مدخن، معايا شبت وكريمه وزبده، وطبعا ملح وفلفل. وهو هيكون بين الفاصل بين السمك العادي والسمك المدخن هيكون فيه ورق سبانخ. اول حاجه هعملها انا عايزه اسلق السمك بتاعي، فهحط المرقه بتاعتي في ال واحط فيها السمك. انا مش عايزه اسلقه يعني. عايزين نوطي النار. طبعا انتوا في المرحله دي ممكن تحطوا له بقى لورا وفلفل حب، وعايزه تحطي له نص بصلايه، وتنكهي بقى البتاع ده براحتك جدا. نحط له فلفل اسود. عقبال ما السمك بتاعي يخلص هبتدي اعمل الطبقه الثانيه اللي هي السمك المدخن. انا محتاجه اجيب بس طاسه ثانيه احط فيها ورق السبانخ ده عشان الحق انا اشفه. سوري، الحق اسلقه. انا مش عايزه العين دي. جماعه بوتاجاز ده اختراع. عايزه السبانخ بتاعي بس يدبل شويه عشان السبانخ الموجوده في السوق مش عارفه ورق حيطه مش ورق سبانخ خالص يعني. هحط حبة مية كده تغلي. وهحط كام ورقة اللي هبطن بيهم القالب بتاعي. هي السبانخ بتخس خالص في النار، مش مشكلة. مش عايزة اقطعهم ولا حاجة، عايزة ورق ورق مفرود. المرحلة الجاية من هذا الطبق هعمل السمك المدخن، عبارة عن شبت، سمك مدخن، سالمون، كريمة وزبدة. هاخد الزبدة هحطها، هي واخد كمية زبدة كتيرة شوية، لان هو الباتيه ده بيبقى عباره عن زي بتحطه جنبيه توست او حاجه، وزي كده زي جبنه يعني زي حاجه بتفرديها على العيش يعني. مش عارفه اشرحها لكم قوي، حاجه سبريد كده. وهنحط السالمون. وهنحط عليه الكريمة. حبة شبت. عايزة كمان احط له نقطة عصرة ليمون. وحبة فلفل اسود. واحنا كده جاهزين نضربه. ودي اول طبقه من طبقنا جاهزه، هطلعها في بوله. بالمنظر ده
هاخد بقية الحاجة بتاعتي وابتدي احضر الطبقة نمبر 2 عشان ارص القالب بتاعي. السمك بتاعي خلاص استوى بالمنظر ده، هبتدي احطه في الفود بروسيسور عشان نفرمه. انا بعمل الطبقه الثانيه للفيش باتيه بتاعي. هفرم معاه بقى بصل اخضر، هفرم معاه كريمه، هحط له حبه عصير ليمون، طبعا شوية فلفل اسود، يعني احط حبة ملح صغيرين. احنا اوريدي ملحنا ملحنا السمك واحنا بنسلقه. طيب انا حطيت ضربت السمك مع الكريمه مع البصل الاخضر ملح وفلفل وحبه عصير ليمون. انا كمان مسيحه جيلاتين، الجيلاتين دوبته بميه ساقعه وبعدين فكيته بميه سخنه علشان يسيح خالص ويبقى سايل معايا. هاخد منه تقريبا 3 معالق احطه على السمك بتاعي علشان يمسك. وكده الطبقة بتاعتي جاهزة، هبتدي أرص القالب بتاعي. أنا جبت قالب بتاع الإنجليش كيك بالمنظر ده، هبتدي أحط القاعدة اللي تحت. أنا هتبقى دي حشوة بتاعتي في النص، فهحط طبقة تحت كده، وهجيب ظهر معلقه ابتدي افردها كويس. طبعا الاسترتش ده هيضايقك شويه بس ايه، يعني هنقعد نكافح معاه، عايز يبقى شكله حلو. هاخد ورق السبانخ اللي انا سلقته قدامكم بحبه ميه صغيرين بالمنظر ده، نشفته على ورق مناديل، وهبتدي احط طبقه سبانخ، طبقه ورق سبانخ. استاذنكم بس تجنف. بالمنظر ده من هنا
وهبتدي احط الحشوة الوسطانية اللي هو السمك بس. طبعا احنا القالب ده هندخله التلاجة عشان بقى كله يتماسك في بعضه. وده ممكن تنزلي معاه صوص مايونيز بالليمون، تعملي صوص سبانخ بالكريمة تنزليه معاه. هحط تاني ورق سبانخ. انا مش عايزه السبانخ تبان خالص من من الجناب، يعني انا عايزه بس يبان ان هو من النص في ورق سبانخ. فحاولوا تكثفوا سبانخكم ان احنا نعملها من النص بس، مش من الجناب كمان. وممكن تبطني القالب كله من تحت من بره يبقى كله اخضر، يعني برضو دي حاجه ترجع لك في الاخر. اخر طبقه سلمون. ونفردها بالمعلقه. بس كده. وده هيكون منظره. هقفل عليه بالستريتش بتاعي كده اهو بالمنظر ده، واحطه في الثلاجه يتجمد لمده ساعتين ثلاثه. واخر الحلقه هقلبه واوريكوا بقى شكله ايه. فهطلع فاصل وارجع لكم تاني، انتظروني. ورجعت لكم تاني. معايا النهارده ضيفي شيف محمد. ازيك يا شيف محمد؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله كله تمام. الحمد لله. اهلا بيك في نص مشكل. اهلا بيك. هتعمل لنا ايه النهارده؟ النهارده احنا هنعمل وصفات مصريه. ها. بس هنعملها يعني حاجه كرييتيف شويه يعني. اوكي. احنا بنعمل شوربه العدس في البيت كلنا. بس احنا هنحط النهارده معاها جمبري. اوكي. هي ممكن اوريدي تحط معاها تشيك، تحط معاها ميت، بس احنا مش بنحاول نحط الحاجه دي. فاحنا هنعمل النهارده شوربه العدس مع الجمبري. اوكي. وهنعمل النهارده تاني ايتمز معانا اللي هو سلطه التفاح. ده حاجه جميله جدا، تفاح مع بلح مع بيكان ناتس وساور كريم او ماسكربوني تشيز او فريدل، في اي حاجه كريم يعني. اوكي. كريم معاها هورس راديش والتفاح والكاروت والسلانترو والكزبره. اوكي. طيب نبتدي الاول بشوربه. انا هنبتدي الاول بشوربه العدس بالجمبري. تقولي مقادير. المقادير بدايه عندنا ستوك سمك، شوربه سمك او مرق سمك. وعندنا العدس منقوع. ولو ما عندناش مرق ممكن ميه عادي، طالما كده كده اوريدي هنحط فيها عظم الجمبري. بس صح. دي بتخلي الطعم اقوى شويه. اه تمام. وعندنا هنا الورق لورا وكزبره سيدز وكمون، وعندنا بوكيه جرنيه هنا طماطم وبصل وكرات وكرفس والزعتر فريش. اوكي. طيب. وعندنا شويه توم صغيرين حسب الرغبه. اكيد. طيب اول حاجه نبتدي بيها نحط الحله على النار تسخن بس شويه. على النار كمان. اول حاجه هنسخن الستوك عندنا عشان ما ناخدش وقت كتير. المرقه تسخن هي كده اعلى حاجه. اوكي. نبتدي نقطع الجزر ده، هنقطعه صغير هو والبصل وكل حاجه عشان خاطر ما ياخدش معانا وقت في السوى. تمام. مهم في الشوربه دي ان احنا اول حاجه هنحمرها الاعشاب بتاعتنا زي طريقه الطبخ الهندي كده عشان نطلع الطعم كله منها، لازم نحمر الاعشاب في الاول. مش عاوزين نحط في شوربه العدس، في ناس بتحط فيها طماطم كتير، انا مش هحط فيها الطماطمات عشان اللون. انا بس عايزه احنا هي الاساس شوربه عدس بالجمبري ولا هي شوربه سي فود وفيها عدس؟ لا هي شوربه عدس بالجمبري. طيب تمام. انت بتحطش فيها طماطم كتير ليه بقى؟ عشان اللون بتاعها، انا عاوز اللون اللي هو الاورنج ده يبقى احلى. اللون الاحمر بيبقى بيخليها غامقه شويه، يعني اللون الاورنج بيبقى احلى فيه. اوكي. تمام. قطعنا الخضار بتاعنا، عندنا الزيت هنا، زيت ذره. زيت عايز ذره. زيت ذره او زيت زيتون وات ايفر يعني.
نحط شويه زيت ونبتدي اول حاجه هنحطها ايه الاعشاب بتاعتنا، ورقه لورا واحده، شويه كزبره، كزبره حب اه كده كده هتتضرب في الشوربه. تمام، نسيبها كده تتقلى شويه، شم الريحه كده ابتدت تطلع ازاي. هنحط بعد كده ايه الخضار بتاعنا. لازم الخضار لما ننزله يعمل الصوت ده عشان نعمل له كراميلايزيشن، نطلع السكر اللي فيه يبقى طعمه كويس عشان يخلي الشوربه يبقى طعمها مسكر. اكيد لو احنا حطيناها كلها، احنا ممكن نحط كل حاجه ونحط السكر وتغلي كده طعم احلى، بس كده يعني طعم اقوى، طلع فليفر اكتر، فليفر اكتر. تمام، وهنحط الطماطم. في ناس انا يعني لما بعمل شوربه العدس بتاعتنا بعد ما بعمل كده بحط الطماطم البيست واعمل لها جليز عشان يبقى طعمها، لكن دي مش هحط لها عشان انا عاوز اللون بتاعها الاورنج مع الجمبري تبقى يعني خفيفه مع الجمبري، مش عاوزها تبقى اللي هو بيقولوا عليها متسبكه قوي يعني. اوكي تمام، قلب كده لمده دقيقه، بعد كده ننزل العدس عشان نسهل التسويه، ننقعه زي ما بننقع العدس الحمص الرز والكلام ده، ما يتنقع شويه. تقريبا قد ايه؟ تقريبا نص ساعه في ميه فتره او ميه ساقعه عادي. أوكي. لو عاوزه بسرعه نقعه في ميه فتره، عاوزه عادي بميه ساقعه. هنحط دلوقتي قشر الجمبري حسب الكميه اللي احنا عاوزينها، عاوزين طعم قوي نحط كميه كبيره، عاوزين طعم قوي بس الكميه دي كده مناسبه جدا للشرب. اوكي هنحط العدس دلوقتي بعد ما الحاجه بتاعتنا الكرملي، هنحط دلوقتي ستوك السمك بتاعنا. لازم تنزله سخن عشان نسرع الوقت مش اكتر. طيب اوكي تمام، هنركن بقى دي هنا كده على جنب تستوي مع نفسها، ونحط الغطا بتاعها هنا. تاني حاجه دلوقتي هنعمل سلطه التفاح. اغسل بس السكينه انت خلاص كده حطيت العدس والجمبري وكله. في الاخر بقى هضيف جمبري، حتت جمبري. الجمبري ما ينفعش تحط دلوقتي، ما بياخدش وقت في السوى. اوكي، في طريقتين، لو احنا في المطاعم مثلا ممكن ده يتاخد سوتيه مع حته زبده وفي الاخر نحطه في الطبق ونروح حاطين الشوربه عليه، لكن احنا هنا عشان احنا في البيت هنحط الجمبري على طول هنا بعد ما نضربه ونصفيه. اوكي، يعني انتوا في المطاعم عاده بتاخدوه تشويح على النار. اصل احنا في المطاعم السيرفيس بيبقى مختلف، انا ما ينفعش احطه في الشوربه واقعد كل شويه اسخن الشوربه. فانت تعمل الشوربه لوحدها. في الشوربه لوحدها ده فيبقى سيبرت، فبيجي اوردر اروح حاطط الاثنين مسخنهم سوتيه وراح حاطط الشوربه عليهم ومطلعهم بيك. بيبوظ يعني، بتعمل له كاري اوفر كوك ويبقى اوفر كوك يعني. صحيح. تمام، هنبتدي دلوقتي نشتغل في التفاح. هنعمل طبق السلطه الثاني بتاعنا. مفيده جدا يعني، التفاح مفيد مع التمر مع الكريمه والجزر، يعني عايز اقول لك ان هي فيها يعني كل الحاجات اللي فيها مفيده جدا. يعني الجزر عارفين فوائده، والبلح والتفاح، فحاجه فعلا ممكن اكون دكتور ايجيبت اير ممكن بس دقت فعلا حاجه قريبه ليها. هو اللي هناك ده توم، انت ما حطيتش توم على الشوربه؟ بالظبط، عشان التوم ده المفروض ان احنا هنشوح بيه الجمبري. اوكي طيب، ممكن انا احط فص توم هنا عادي، ما فيش مشكله. مش شخصيات التوم يعني، انا بحب احط التوم بس بحبش طعمه يبقى ظاهر قوي. أوكي؟ عايز اعمل لك ايه؟ لا خلاص، هنجيب بوله صغيره نحط فيها التفاح بعد ما قطعناه. التفاح لو احنا مش هنستخدمه على طول لازم نحطه مثلا في ميه بليمون عشان نزل. فانا دلوقتي هحط بس الساور كريم قبل ما اخلص بقيه الخلطه بتاعتي عشان خاطر الصوص ما عشان التفاح ما يسودش. تمام، هنحمص البيكان شويه، هحطهولك في الفرن. اوكي، فكره المشروع بتاع اللي هي عربيه الاكل دي جاي من امريكا. طبعا في شوارع في امريكا وفي كل حته، بس العربيه ما بتمشيش واقفه. لا بتمشي، احنا عملناها وصممناها ان هي تمشي. اوكي، والكيتشن فيه كل حاجه، في حوض وفي صرف وفي كل حاجه، وفي قلايه وفي جريل وفي بوتاجاز، كل حاجه موجوده في التراك، وبنعمل المنيو ونصممه على قد الاكويبمنتس اللي عندنا. احنا مش عاوزين نعمل منيو ما نقدرش نطلعه من العربيه. صحيح، فكل حاجه بنعمل لها المنيو بتاعها على قد الكباستي بتاعتها. اوكي طيب، تكمل لي السلطه. نكمل السلطه، هنقطع التمر، هنقطعه برده تشانك كده او كيوبس زي نفس حجم التفاح. تمام، هو مخلي اوريدي من البذر.
لو احنا عاوزينها يعني مور سويت هنزود التمر، عاوزينها قليل بس هو يحبس كمان نستعمل التفاح الاخضر لانه هيبقى مزز فهيظبط الطعم مع البلح بالزبط. عشان لو استعملنا التفاح العادي بتاعنا هيكون عباره عن هيبقى كله سكر في سكر. عندنا هنا الحاجه بقى اللي هتبقى مختلفه شويه، هنحط الهورس راديش. بس الهورس راديش ده مش موجود في، مش متوفر يعني على طول؟ لا متوفر في السوبر ماركت بس عشان الاستيراد دلوقتي ممكن يكون واقف شويه. بس هو اوريدي متوفر يعني. طب ايه البديل؟ هو البديل اللي هو ده دي طعم بيدي طعم مختلف مع الانجليتس معاك، بس هو في بيبقى فيه طعم حاجه طعم ثانوي وطعم اللي هو الاولي يعني. فالطعم الثانوي بتاع اللي هو التفاح والحاجه دي، فده الطعم ده بيتحط بيذهل الحاجات دي كلها. لكن مش هو الاساس. بس انت مثلا لو ده مش موجود ما نقدرش نحط العادي، ممكن ما نحطش جينجر. لا جينجر مختلف ممكن هيدي طعم كويس برضه. مفيش حاجه في الاكل بتمنعك ان انت تحطيها، اهم حاجه انت تدوقيها وتكوني بتحبيها. بالظبط. يعني انا دايما اي حاجه معالي عندك اهي هناك، دايما اي حاجه انا باجي اعملها انا عاوز اكلها كده بحط، مفيش حاجه بتمنعني يعني في الاكل. اكيد. حط الهورس راديش ونقلبها كده. السلطه خلاص هنحط لها بس الجارنيش بتاعها البيكن، البيكان قصدي. تمام خلصت السلطه بتاعتها. نضيفها في الطبق. وعندك بتاع ده الكزبرة هتحطها تقريبا. الكزبرة هنفرم شوية دلوقتي صغيرين وهنحطهم على وش ال اوكي مش هنمكسها معاك. طب عايز فوطة اهي. طيب وانت تقريبا التراك ده عملته المنيو بتاعه ايه؟ احنا يعني عملناه التكسي ميكس. مكسيكي. امريكي مكسيكي يعني نقولش تكساس يعني. فانا كنت بفكر في الـ في الـ في, الـ في الاكل المصري بتاعنا اللي هو الستريت فود زي مطاعم كتير في مصر عندنا. فهم قالوا لي لا احنا عاوزين نعمل حاجه مثلا هوت دوج تشيكن ستريبس مش عارف ايه. قلت لهم خلاص. فاشتغلنا على الهوت دوج والتشيكن ستريبس بس عملنا انواع مختلفه بقى. اوكي. يعني مثلا عاملين التشيكن ستريبس عاملينها مثلا جابانيز ستايل، عاملين لها سلطه وعاملين لها السلطه دي مارينيتد بتاع الرز السوشي، وعاملين خلطه بقى كده السبريد بتاعها الساور كريم مع واسابي، فتاكلي كانك بتاكلي سوشي. اوكي. مش بتاكل تشيكن ستريبس مختلفة. هتاكلها ازاي؟ مش فاهمه. راب، هتبقى راب. وراب حاطط فيها فيه فيجيتابل جزر وكرومب لا مش رز. امال ايه الطعم؟ مش طعم السوشي. أوكي. مش رز. اوكي يعني حاطط فيه خل رز بقى وحاجات كده. بالظبط كده، عاملين فينيجريت خل رز مع الصويا صوص. اوكي تمام. طيب ممكن نقدم السلطه بتاعتنا علشان نطلع فاصل. اوكي بغرف السلطه بايدي بس انا. اتفضل. طب ولما بتيجوا تعملوا، عشان دايما الافكار المبدعه قوي دي الشعب الناس بتتصدم فيها ممكن. بالظبط. احنا دلوقتي بنعمل الفود تيستنج بتاعنا وكل يوم بنجيب ناس وبناخد اوردر، بس الاوردرات بتاعتنا يعني الناس حباها. في ناس بتحب اللي هم بيسافروا وبيلفوا وبتاع بيفهموا بيبقوا عارفين بيبقوا عاوزين الاختلاف. حاجة. لكن اللي متعودين هنا على مصر هنحط بس الجارنيش بتاعنا دلوقتي. تمام. نحط الكزبره كده نفرمها فرمه صغيره بسيطه. مش بحب انا اعقد الموضوع في الـ في الـ في الوصفات عشان يبقى سهل على ست البيت ان هي أكيد تقدر تعمل بالظبط كده. طيب كده سلطتنا خلصت الحمد لله. الحمد لله. ما حطيناهاش ولا ملح ولا اي حاجه، هو الساور كريم فيه كل حاجه. طعمه مش محتاج احط فيه ملح، وطعم السكر والحاجه دي كلها مش محتاجه ملح ولا فلفل ولا اي حاجه. حلو قوي. طيب احنا هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني، انتظرونا. ورجعت لكم تاني ومعايا النهارده ضيفي الشيف محمد. ازيك يا شيف محمد؟ الحمد لله رب العالمين. هتعمل لنا ايه بقى للطبق التاني لحلقتنا؟ دلوقتي الطبق التاني احنا هنعمل الكريمه. هنعمل تشيكن مع الكريم مع التين المجفف. اوكي. دي وصفه سهله جدا وجميله جدا يعني. حاجه فرنسيه كلاسيك. اوكي. يعني مش محرفه؟ لا لا مش محرفه، هي حاجه كلاسيك بتاعت فرنسا. خلاص اوكي. طب احنا هنرجع لشوربه العدس بتاعتنا. الشوربه دلوقتي هنحط دلوقتي الزعتر فريش، مش كناش بنحطه في اول الاكل عشان النكهه بتاعته ما تروحش. هنحط دلوقتي الزعتر ونحط شويه كمون. تمام. وهنضربها دلوقتي ضربه كده ونصفيها. تمام.
احنا ضربنا قبل كده شويه. هنجيب مصفى صغيره ونصفي الشوربه بتاعتنا. سخنه؟ لا احنا شفات. متعود بقى على ال... وبعدين هتعمل ايه في العربيه بتاعتك دي؟ العربيه بقى لسه بنظبط فيها كده، وناخد مكان كده نعمله سنتر كيتشن. ده لازم عشان يبقى قريب من العربيه، عشان نعمل ايوه. طب لو اتحركت هتعملوا ايه في السنتر؟ لو اتحركت هتبقى ايفنت، فهنبقى عاملين الكباستي بتاعنا ومحضرين كل حاجه بقى، ايس بوكس وكده، عشان الكباستي بتاع الثلاجه طبعا والفريزر مش هياخد كل حاجه. حلو. فاحنا احنا الفكره بتاعتنا اللي هم عاوزين يعملوها ان هي تطلع ايفنت وكده في كل مكان، عشان خاطر تبقى هو المفروض شغلها كده يعني. بالتوفيق. بس انا بحب الناس اللي بتعمل حاجات مختلفه. و الشوربه بس بقى الكونسيست بتاعها غير شوربه العدس العاديه اللي احنا بنعملها في البيت. قوامها بتبقى سك يعني، بتبقى خفيفه بالطريقه دي كده. اوكي حلوه قوي. تمام. هنرجعها على النار تاني وهنحط الجمبري. احنا دي سخنه اوريدي، هنحط شويه زيت او لو فضل زبده. ريحتها حلوه جدا يا جماعه، تفايدكوا كتير. تمام بجد. هنحط الجمبري بتاعنا. انا البرد عندي راح خلاص. اشرب شوربه عسه يرم عظمي. تمام. هنحط التاتش توم صغير. شوح بيه الجمبري. ما ينفعش انا ما حطيتش التوم عشان الطاسه سخنه، لو حطيته هيتحرق. فانا هحط دلوقتي هنا كده هيتكرمل واقلبه على طول، مش هيتحرق. لو احنا الطاسه سخنت مننا نحاول ما نحطش التوم، عشان التوم لو اتحرق بيدمر كل حاجه. اوكي. بس انت كنت غاوي مطبخ من قبل الكليه وقبل كل الحاجات دي ولا؟ عايز اقول لك من وانا في ثالثه اعدادي وانا عاوز اخش الساحه الفنادق. لا عشان مطبخ، عشان اشتغل شيف. وحاطط يعني في دماغي ان انا في يوم من الايام ابقى شيف شاطر. طب واهلك كانوا عادي ولا كانوا متضايقين؟ هم الاول ما قالوا لي ما فيش حد عندنا في العيله طباخ خالص. فانا كنت اقول طباخ في العيله يعني. وبيقعدوا في البيت بتعمل لهم عزايم وحاجات طبعا كل حاجه، استخدموك اسوء استخدام طبعا اكيد. بس بمزاج يعني، اول ما اخش اشتغل في البيت اجيبهم بقى كلهم اشغلهم اسيستنت. طبعا. يلا بقى اشتغلوا بس عشان انتوا عايزين تاكلوا اشتغلوا. خدنا الجمبري سوتيه. تمام. وهنحطه هنا دلوقتي في السيرفس هنا، هنغرف. الجمبري عامه ما بياخدش وقت جدا في السوا يعني، مجرد ما يلف كده تمام يغير ولونه غير دقيقتين بالظبط. تمام. نجيب معلقه عشان اغرف بيها الجمبري. حط الجمبري كده زي السيرفس بتاع الاوتيل او المطاعم، حط الجمبري في السنتر كده، نعمله زي هرم. تمام. ونحط الشوربه بتاعتنا. مش عاوز الناس يخافوا من الاكل يعني، الناس كتير بيخافوا هما بيطبخوا. حتى لما نيجي شيفات صغيرين تلاقيهم داخلين المطبخ خايفين. انت خايف من ايه؟ انت خايف من حاجه جماد يعني مش هتتكلم، ولا خايف منها اللي انت اللي بتتحكم فيها. فدايما وانا بنشتغل يعني الاقي مثلا شباب يخافوا مثلا ايه جمبري، لا يا عم انا مش هسويه. استاكوزا يقول لك لا استاكوزا، لا يا عم لبوس والشيف يدفعني حقها. فاهمه؟ فالناس دايما بتخاف. هنحط بس شويه زيت صغيرين. فدايما الشيفات يعني الصغيرين ما يخافوش من الاكل. طبعا اكيد، ما هو انت محتاج تتعلم، ما انت مش هتتعلم غير اما تدخل وتبوظ وتعرف غلطك فين. اكيد يعني. كده الشوربه عندنا خلصت. تمام. وده اللون اللي انا عاوز اطلعه، اللون الاورنج ده. حلو قوي. سلم ايدك. الله يخليك. وده القالب السمك اللي انا عملته اول الحلقه، ده شكله النهائي بعد لما طلعناه من الثلاجه. نرفع الشوربه من على النار بالمنظر ده. هنعمل دلوقتي الوصفه بتاعتنا اللي هي التشيكن كريم. انت محتاج مع ايه بقى؟ التين. انا محتاج حله بغطا صغيره. تمام. الفراخ دي مسلوقه بالظبط يعني
بننزلها في ميه دافيه. اول ما الميه تغلي نشيل الفراخ. اوكي تمام. مش هنحط بقى الترمومتر ونقيس درجه الحراره، هنحطها في ميه فاتره. اول ما الميه تغلي نشيل الفراخ. اوكي اوكي. دلوقتي هنطبخها مع الستوك. مرق، مرق الفراخ. نجيب لوش. عايز ايه؟ لوش كبشه. هاي ساعات مصطلحات الفنادق دي. نحط شويه ستوك صغيرين. تمام. وهنحط الكريم. الستوك ده بنحطه عشان خاطر طعم الفراخ. هنغطيها تاخد غلوه وهنحط فيها التين. التين بتاعنا لازم يتنقع عشان يبقى طري. لو حطيناه ناشف مهما نحطه في النار عمره ما هيطرى. اوكي. فلازم يبقى طري عشان دي دي يعني اكله مويست كلها يعني حاجه طريه. تمام. هناخد التين بتاعنا هنقسمه نصين بس. احنا عندنا مثلا اربع صدور هنحط لكل واحده حبه تين. اوكي. حبه يعني واحده تين. واحده تين للايه؟ لكل صدر فرخه. لازم لما تيجي نعمل صدور فراخ لازم كلها يبقى مقاس واحد. مش واحده كبيره وواحده صغيره عشان واحده ما تطلعش مستويه واحده تطلع نيه. عشان الفراخ مشكله لو فيها اتعمل فيها الاوفر كوك اللي هي الطبخ المطلع هتبقى ناشفه جدا. فلازم بالظبط في الفراخ عامه لما نيجي نطبخ فراخ في حاجه لازم كلها يبقى مقاسها واحد عشان تطلع الطعم كله ويستوي كله في وقت واحد مع بعضيه. اوكي. جود تو نو. بس يعني عاده يبعتوا لك تلاقي تشتري طبق الفراخ الكيلو هتلاقي مقاسات، هتعمل ايه؟ هترميها يعني؟ لا احنا انا لما اخد الحاجه اللي انا هقدر استخدمها او انا اظبطها بالتقطيع. اوكي. يعني مثلا دي مثلا لو فيها الفيليه بتاعها من ورا ممكن اشيله واستخدمه في حاجه ثانيه اعمله اي حاجه. اوكي. بس اهم حاجه في اللحوم بالذات والفراخ لازم يكون الحجم واحد لو هتبخها في ايه؟ في ميه. اوكي. ومفروض تقعد في ميه قد ايه؟ هنا؟ يعني الحجم السوى المظبوط اللي المفروض تاخد وقت قد ايه عشان تطلع الفراخ المظبوط؟ مش الفراخ بتتسلق او بتتعمل في المويست دي درجه حراره سيمرنج اللي هي ما تغليش اللي هي 65 95 بتعمل بابلز صغيره بالظبط بتاخد من 4 لـ5 دقائق حسب حجم الصدر. اوكي. في ناس بتطلعها شويه بس انا بطلعها في الوقت ده عشان هي لما بتعمل كاري اوفر كوك بتطلع معايا للسوى الصح. اوكي. يعني انا ببقى ماسك الفرخه اول ما يعني بيبقى فيها زي نقطه بسيطه قوي كده لسه ما استوتش ساعتها اروح مطلعها. لما تقعد بقى عندي كده بتكمل سوا جوسي خالص. اه طب حلو. جود تو نو. تمام. هنحط دلوقتي الفراخ. كل ما الكريمه دي بتتقل طبعا الميه بتروح منها تبقى جليز بقى تبقى عامله زي طبقه كده على الفراخ من بره لما تطلع بقى طعمها جامد زي ما بنيجي نعمل صوص الكريمه وبنتقله. بس ده بيتقل بقى رودكشن عن ايه؟ عن طريق اللي هي تقعد على النار تتكثف مع نفسها. طيب احنا هتحط حاجه دلوقتي؟ هنحط التين دلوقتي تقريبا هتاخد 7 دقائق. ونغطي عليها. نغطي عليها. طيب احنا هنقفل على الفراخ لمده 7 دقائق. هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني ونقدم اخر طبق لحلقتنا النهارده. انتظرونا. ورجعنا تاني ومعانا النهارده الشيف محمد وهنعمل اخر طبق لحلقتنا النهارده. هتعمل لنا ايه يا شيف محمد؟ هنعمل وصفه سهله جدا للبيتزا بالمكونات اللي عندنا في البيت. احنا مش هنعجن بيتزا، مش هنعمل عجين، احنا هنجيب الرقاق بتاعنا ونعمل بيه البيتزا. الرقاق اللي بنعمل بيه رقاق. الرقاق بتاعنا هنعمله بس بيتزا. اوكي. هقول لكم الطريقه ازاي دلوقتي. طب يلا. اول حاجه بس هنغرف الفراخ، هي خلصت عندنا. خدت السبع دقايق بتاعتها. تمام. عايز ايه معايا معلقه؟ بتقدمها مع ايه؟ هي بتقدم زي ما هي كده، هي بتقدم كابيتايزر. اوكي. حط التين. الوصفه دي طعمها جميل جدا فعلا.
يعني اللي هيجربوها بجد هتعجبهم قوي. طيب نجيب منديل صغير، خد اهو يلا دي خلاص نطلعها. لو لاحظتوا ان انا مش بحط ملح كتير في الاكل، ما بحبش احط ملح كتير عشان اوريدي الاكل فيه الملح بتاعه. طيب تقول لنا مقادير البيتزا بتاعتك يا محمد؟ مقادير البيتزا سهله جدا. عندنا هنجيب عندنا صلصه بيتزا، لو في جاهزه عندنا او احنا ممكن نعملها سهله جدا. نجيب معلقتين صلصه طماطم بيست وهنحط عليهم شويه ملح وفلفل وشويه سكر صغيرين وزعتر وفص ثوم وشويه ماء سخنين صغيرين نفكها مع شويه زيت زيتون. مش على النار؟ مش على النار، على البارد. اوكي اوكي. عندنا هنا جبنه موزاريلا وعندنا بقدونس وعندنا انشوجه والزيتون والفلفل الحراق ده حسب الرغبه، بس انا لازم يعني حاجه ابيتايزر لازم تبقى فيها سبايسي شويه عشان بتاكل. اوكي ده شغل بقى ريستورانات. ما كنتش اعرف دي. طب انا مش همد ايدي على حاجه. ما تروحوا مطعم ما تاكلوش ولا حاجه عليها شط عشان هتفتح نفسكم وهتضطروا تاكلوا كل ال اول حاجه هنجيب الرقاق ونبله عادي زي ما بنبل الرقاق بتاعنا. تمام مفيش اي مشكله خالص. المرقه تكون سخنه. المرقه تكون سخنه عشان يطرى معانا بسرعه. اوكي. وجات لك منين بقى محمد الفكره العبقريه دي؟ فكره الرقاق، انا في يوم كنت قاعد كده في البيت وعاوز اكل وعندي حاجه البيتزا كلها بس مش عاوز اعجن. ولقيت رقاق عندي في البيت، رحت جايبه وعامله كده ورحت عامل البيتزا. عجبتني جدا طعمها فعلا جميل. انا قبل كده انا بحب الرقاق عامه، انا بحب دايما اعيد التفكير في الاكل بتاعنا. يعني انا كان فيهم في مسابقه كنت عامل الرقاق ده بس عامله زي السبرينج. بليته قطعته بالسكينه. بيتلف بس عاوز تكنيك بقى. قوي. عاوز تكنيك واحد يعني حرفي بمعنى صح، ان هو ايه ما تقلقيش لو هي ابتدت مش هتتكسر ما تقلقيش. لا مش قصدي، انا قصدي عشان انا كنت بشوفها تتلف ازاي. هي مش هتتلف. لا انا لا، لما بلفها بقى بروح بديها وش كده شوربه بس. تمام. واسيبها كده مع نفسها تطرى، شيلها بس من الشوربه. وبعد ما بتطرى بروح مقطعها بالسكينه والفها زي السبرينج. اوكي. كنت عاملها في مسابقه وكنت عامل معاها كفته الرز بتاعتنا، بس حاشي الكفته الرز جبنه حلومي. نايس. كانت جميله جدا. وعامل الخبيزه في الطبق ده، الطبق ده كان حلو يعني. خدت بيه المركز الثاني في احسن شيف معتمد 2015 في مصر، وكان الاكل كله مصري. يعني كنت عامل خبيزه وعامل معاها كفته وعامل معاها رقاق وعامل بصل المقلي بتاع الكشري. الرقاق كنت حاشه ايه؟ الرقاق بقى الرقاق كنا حاشينه ده بسم الله، حاشينه لحمه مع الصاجة عادي. خلاص احنا مش محتاجين دي. اوكي. وحاطط على اللحمه بقى ايه؟ كريز مجفف. حلو. كريز مجفف وحاطط معاها صنوبر. نايس. حلو. ومعموله بقى مع السبع بهارات والقرفه ومش عارف ايه، تعصيجه بالبصل وكل حاجه. حلوه. وده كانت الحشو بتاعنا. اوكي. عايز حاجه فلات؟ لا لا. نبص عليها كده من تحت. محتاج حبه سمنه تاني. لا هي الطاسه بس المفروض تبقى تفال. اوكي. نديها سمنه عادي يعني ما فيهاش مشكله، يعني السمنه بتديها طعم. ممكن تديها زيت زيتون. زيت زيتون سمنه بس عشان جورلاش بقى ام مصري بنديها ايه؟ السمنه بتاعتنا. دلوقتي هنقطع البقدونس بتاعنا كده شويه بقدونس صغيرين. الحاجه بتاعتي يعني سهله يعني مش حاجه رخمه، مش هتخليكي تقفي في المطبخ كتير. اوكي. يعني دايما الحاجه بتاعت المطاعم بتبقى واخده مزامبلاس كتير، واخده تجهيزات عشان الزبون بقى بيجي عاوز يقعد ياكل بقى، عاوز ياكل حاجه حلوه. لكن في البيت مع الوقت السريع والجو اللي احنا فيه الواحد عاوز ياخد كل حاجه بسرعه. فانا دايما لما اجي اقدم حاجه مثلا كده احب اعملها بسرعه للناس عشان خاطر الناس ما تتعبش معانا. دي الطاسه دي هنعمل دلوقتي، هنحط السبريد خلاص اوريدي اتحمرت من تحت زي ما انتم شايفين. تمام. لازم الطاسه تكون تفال، مهم جدا ان الطاسه تكون تفال. هي اوريدي لما تستوي هتمسك، هتفك من. اوكي. هنحط دلوقتي صوص البيتزا عليها زي ما هي كده، لكن انا بنعمل بيتزا عادي مفيش اي مشكله.
طعم الأنشوجة مع الزيتون طعمه جميل جدا. هنحط الأنشوجة، لازم تدقيها دي ان شاء الله النهارده. هدوقها بس انا يعني مش غاويه قوي، ما اعرفش انشوجه بحسها حاده قوي. ما احنا هي ايه الفكره ان احنا ناكل حاجه حادقه كده؟ هي الانشوجه عشان سمك مملح فلازم مش ملاحظه، مش بيتحفظ في ثلاجه، محفوظ في زيت. فلو ما كانش فيه نسبه ملح عاليه تقضي على البكتيريا اللي فيه هيبوظ. اه صح صح. هما احنا التمليح ده دي طريقه تخزين. التمليح والتكفيف اللي بيخلي الحاجه تفسد الميه اللي فيها. صحيح. والنسبة الملح ما بتخليش فيه ميه. اوكي. تمام؟ فاحنا لما بنشيل بنزود الملح في الحاجة زي الفسيخ كده، هو سمك بس أنا حطيت عليه ملح فحفظته. نفس القصة في احنا مرة الأنشوجة. عملنا فسيخ في الحلقة هنا. جات لنا واحدة من الإسماعيلية عملت لنا فسيخ. نحط شوية فلفل حدقين صغيرين. تمام؟ ونحط الجبنة الموزاريلا بتاعتنا. خدت حاجة البيتزا؟ يعني خدت وقت؟ بتقدر بقى تحط لها باربيكيو صوص أي حاجة أنت عاوزاها، بالفراخ أي حاجة أنت عاوزاها، بواقي فراخ أي حاجة في البيت هتحطيها. أنا بعملها في البيت جبن طماطم وجبنة، صوص طماطم وجبنة من غير أي حاجة باكلها زي مارجريتا كده. أه بس حط حبة بقدونس. أه البقدونس ده بقى بعد ما تطلع من الفرن. طيب إحنا هندخل دي الفرن؟ هندخلها الفرن دلوقتي. وعندنا واحدة اوريدي احنا مجهزينها اهي. هو ده بيبقى شكلها في الاخر، ده بيبقى شكلها زي ما شايفينها تبقى ماسكة نفسها كده مفيهاش اي مشكلة. حلوة قوي، شكلها لطيف جدا. تحط لها حبة بقدونس. هنحط لها هي عليها البقدونس. تمام. هناخدها كده عشان نقطعها بعجلة البيتزا او ممكن بالسكينة كده. طب وده كان اخر طبق لحلقتنا النهارده. بتشكر لك جدا يا شيف محمد على الوصفات البسيطه والمختلفه برضو، يعني فيها فكره ظريفه جدا. وطبعا جود لك في مشروعك الجديد اللي انت بتعمله. ان شاء الله نعدي عليك ونجربه. ويا رب تكون وصفات النهارده عجبتكم، واشوفكم على خير. باي باي.